علينا برعايه اغذيه ناتور. باش نحكيو على لاغام بيبي. كيما اغذية تحب الناس الكل يكونوا في صحه جيده وعندهم معناتها اون بو دو بيبي زاده. دونك نتلاقيو اول حاجه باللي بيبي ابارتيغ من النوريسون حتى للاج دو 4 ans 5 ans تما كلهم مازالوا دي بيبي. دونك لاغام هذيا تلائم الفئه العمريه هذيا. دونك الجام بيبي نتاعنا سوا تتباع اون فاك كل برودوي وحده والا سو فورم معناتها دو كوفري في 4 برودوي كما قلت انت قبيله. عندنا لو شامبوان دو زون ان بيبي اللي هو يمشي شامبوان اي جيل دوش. عندنا اون كريم دو شانج. عندنا لو صابون سور غرا بيبي وعندنا لو دو تواليت بيبي. دونك باش نبداو نحكيو عليهم برودوي بار برودوي باش يفهموا العباد شنو هي السبيسيفيسيتي اللي موجوده فيهم. كيما دونك الناس الكل اللي تبع فينا واللي يعرفوا ارفيا يعرفوا اللي لي برودوي ارفيا ديما موجود فيها لالوي فيرا والبيل دراغون اللي هما دو ingrédients principaux pratiquement manjoudine fait la majorité des produits Arvia Nature. Donc qui nous donne un shampoing ou gel douche bébé. أول حاجة فيه الألوي فيرا فيه الويل دارغان وفيه زادا أن برانسيبال أكتيف اللي هو معناتها يميز الشامبوان هذايا والجل دوش اللي هو الإكستخي دو كالندولا. كالندولا هذايا سي أون بلانت عندها دي كاركتيريستيك أبيزونت تنحي تو سكي معناتها كل حاجة اللي تبدا في موجودة في الجلدة نتاع راس البيبي معناتها اللي نوريسون تبدا عندهم أون كرود دو لي احنا نقولوا كالقشور البيض اللي أول ما يطلع البيبي. دونك هذايا تنحي تو سكي معناتها ديمونجيزون في جاية من الكرود دو لي اللي موجودة عند البيبي. إلا بيز معناتها تخليه البيبي مرتاح متفرهد زيد معناتها يعطي لا دوسور سي اون زادا روجينيريسونت. إذا ثم مثلا حاجة احنا نقولوا جرحة صغيرة مثلا إيريتاسيون صغيرة دونك عندها أكسيون روجينيراتريس عندها أكسيون أبيزونت بخلاف أنها معناتها تحمي الشعر البيبي والفروه نتاع راس البيبي معناتها من كما قلت من ليزانفلاماسيون خاطر عندها زاده ديزاكسيون اونتي انفلاماتوار. هذا الكل بيان سور مع الالوي فيرا والويل دارغون اللي موجودين في الشامبوان. زاد على البو كيف كيف لا ميم شوز لانه اذا نجموا نستعملوا شامبوان كيما نجموا نستعملوا جيل دوش هكاك خير. دبوزه واحده للبيبي سهل حتى في ديبلاسمون ولا حاجه سهله دبوزه تتحط في الساك نتاع البيبي ما نبداوش نكثروا برشا دبابس نقولوا احنا باش نمشيو في اي شي دو زون ان منها شامبوان منها جيل دوش وديجا احنا نعرفوا لي بيبي معناتها ما يستحقوش برشا معناتها برودوي دونك نتصور قطره قطرتين تكفي باش البيبي يدوش الكل شعره وبدنه وو ميم طون فيه ريحه بنينه ايبو الرجينيك ما يعملش حساسيه ما فيهش بارابين ما فيهش الكول وما فيهش معناتها او جي ام. دونك اهم حاجه ما يحرقش العينين زاد لا ما يحرقش العينين ما بيك با لي زيو هذه حاجه تري امبورتونت احنا ماذا بينا نوفروها للكبار ولا الصغار مي بون لي بيبي ديما معناتها نحبوهم يضل شنو يستعمل هذا الايام باش يجرب حتى للكبار زيد فوالا. دونك معناتها حتى البيبي هو تلقاه ميم طون معناتها ياخذ في الدوش نتاعو ويبدا اليس متفرهد بريحه البنينه معناتها حتى البو نتاعو هي دوس بطبيعتها مي باش تحافظ على الدوسور نتاعها حاجه اللي ما تخليش البو بيبي تصير لها ديزيريتاسيون ولا تصير لها اي قلق. دونك اذا فما حتى كما نعرفوا ساعات لي بيبي تلقاهم يتولدوا عندهم اون سيغتان الرجي دونك الشامبوان بيبي حتى لو كان ثم نوع نتاع الرجي هو الى بيسا عليه معناتها غراس على لوي فيرا والكالندولا اللي فيه. دونك عنده اكسيون ابيزونت روجينيرونت كما قلت. دونك معناتها انا نتصور انه يعمل اكسيون دو بريفونسيون و او ميم طون معناتها يل كومبا تو لي سيني معناتها تاع البروبليم دو بو ولا بروبليم دو شوفو شي عند الصغيرات. باهي هذايا بالنسبه للشامبوان ولو جيل دوش اللي هو متوفر في هكيما شفتوها دبوزه سهله زاده سهله حتى في الاستعمال نتاعها جوست اون بريس معناها من الفوق باش يهبط البرودوي وفيها 200 مليلتر متوفره دونك في ارفيا. سينون زاده نلقاو حاجه اخرى بجنبها هكا هي اللي هو لا كريم دو شانج مهمه برشا زاده عند الصغيرات وهذه مشكله اون فيت نلقاوها بعد كي نجيو باش نبدلوا لصغيرنا نلقاو ديما لابو ايريتي نلقاو مشكله الاحمرار عند الصغير مسكين يبدا هكا ليغيتاسيون زاد كيف كيف مشكله كبيره. دونك هذا الكل ينجم ينحيه يظهر لي ويتنحيه لاكريم دو شانج. وي لا ماجوريتي نتاع الصغار كيما قلت ديجا معناتها هما ديجا يبداو دي بيبي ما عندهمش
معناتها مقاومه كبيره للعوامل الخارجيه، مازالوا البوم تاعهم تري دوس، مازالوا ما استنسوش. دونك سورتو احنا مع استعمال لي كوش اللي هما معناتها يتبدلوا برشا مرات في النهار، واللي فما شكون يغفل على تبديل الكوش برشا مرات في النهار واللي يخلي البيبي نتاعو معناتها ماهوش اجور. احنا نقولوا هذه مشكله كبيره. حاجه اخرى نجم نضيفوها، انه اليوم مع لي كريش ولي مامون يهز بنات وصغارها للكريش، دونك تتكون الحكايه هذه بشويه بشويه. ومسكينه الام ما تلقى شنو تعمل، تقول لك انا عسيت عليهم وصيتهم اكسترا، دونك تنجم هذا الكل ياثر على الصغير نيجاتيفمون. وي بيان سور ياثر على الصغير نيجاتيفمون، زاد مع نظافه اللي لازمها تكون يوميه للبيبي، انه يدوش كل يوم ولا اوموا معناتها يستعمل الماء الدافي، ومعناتها النظافه حاجه تريز امبورتون. دونك احنا بعد الدوش ولا بعد النظافه نتاع البيبي، كي نبدلوا له الكوش ولا حتى ما نبدلولوش الكوش، باش ياخذ الدوش نتاعو، نشيحوا مليح البلاصه معناتها البيبي، معناتها لازم يكون البوم نتاعو شايحه، وانا بليك معناتها لا كريم دو شونج هذيا في البلايص معناتها اللي لازمها تتحط فيهم، ويلزم سورتو على البلايص إغيتي نحطوا اون كوش ايباس باش تعمل اون باريير للماء ولا الحاجات اللي تعمل البلل عند البيبي. و او ميم طون في لي بلي، خاطر نعرفوا بيبي تلقاه معناتها بصحته شويه ساعات صغيره، دونك فما لي بلي تحت الجلده والكل هذوكم زاد نحطوا فيهم الكريم. الكريم دو شونج هذيا كما قلت معناتها فيها لالوي فيغا، فيها الويل دارغون، فيها البور دو كاريتي، فيها زاد الكالوندولا اللي حكيت عليها قبيله كما في الشامبوان بيبي. الكالوندولا هذيا كيفا ابيزي لي زيريتاسيون، كيفا معناتها روجينيري لي سيلول، كي فا سيكاتريزي لي بلي، دونك باش تستحفظ على البشره نتاع الطفل وباش تخليه معناتها ما يحسش هكا الحكاك وكل الحموريه اللي موجوده عنده. وزيد موجوده زاد لازولين، لازولين زاد هو ستان برودوي اللي يعمل اون باريير معناتها كونتر لي زاكسيون لي فاكتور اكسترن، اذا فما هواء، اذا فما ماء، اذا فما حاجه باش تقلق البيبي. وفما زاد الاوكسيد دو زانك اللي هو زاد يلحم وسيكاتريزي معناتها لي بلي ولي زيريتاسيون هذوما. دونك هذا الكل نلقاوه في الكريم دو شونج بيبي اللي اذا كان نابليكوها بطريقه صحيحه ومع ايجيان دو في لازمها تكون موجوده للبيبي، ديما نبدلوا الكوش، ديما ننظفوا، ديما نستعملوا لا كريم دو شونج، بقدره ربي البيبي ما يكونش معناتها اغيتي وما يكونش متقلق، بالعكس يبدا متفرهد ويبدا البوم تاعو ديما اون بون ايتا. باهي باهي. نقولوا معناتها للنساء اللي عندهم دي بيبي يلزمهم يحاولوا لو ماكسيموم باش يخليوا البيبي اليز، انهم معناتها ديما نظافه وديما لابليكاسيون معناتها نتاع لي كريم دو شونج هذوما، باش البيبي ما تسلوش دي كومبليكاسيون من بعد، والله اعلم وين ترسي بها. بالطبيعه هذا بالنسبه لا كريم دو شونج اللي هي زاده مهمه برشا في التروس تاع البيبي في لي ديبلاسمون نتاعو بالطبيعه وين باش نهزوه، نجمو يكون معنا حكه صغيره دونك كريم دو شونج. سينون زاد فما صابون اللي هو كيف كيف ديما في نظافه صغيرنا نحكيو عليه، صابون سور غرا. بي دونك صابون سور غرا بيبي هذايا هو زاد ايبو الرجينيك، دونك ما فيش بارابين، ما فيش كولوران، ما فيش الرجين. الحاجه سبيسيفيسيتي اللي فيه اللي هو فيه زاد معناتها الويل دارغون، وميم طون فيه الويل دامون دوس اللي هو معناتها زيت اللوز الحلو. كما نعرفوا زيت اللوز الحلو عنده دي كاركتيرستيك ادوسيسونت، عنده دي كاركتيرستيك ابيزونت. دونك الصابون هذايا سي ان صابون سور غرا اللي نجمو نستعملوه في العنايه اليوميه، كما قلت بيبي مثلا باش ننظفوا له بعد ما معناتها بعد الكوش ولا قبل ما يحط معناتها يلبس حوايج جدد ولا حاجه من غير ما يكون يستحق الدوش، فهمت؟ دونك نجمو ننظفوا به هذايا، نستعملوه ما يقلقش البو دو بيبي، ما يعملش اريتاسيون، ما يشيحش. دونك نجمو زاد نستعملوه في العنايه اليوميه للبيبي. بي هذا الكل يوم نجمو نستعملوه كيما قلت انت، نستعملوه على الوجه وعلى البدن الكل، لا ما غير ما يقلقش. بيان سور ما يقلقش، ما يقلقش البيبي بالكل. كيما قلت معناتها شامبون وجيل دوش مش لازم كل يوم، نستعملوه مثلا مره مرتين في الجمعه، والصافون هذاك نجمو نستعملوه في الهيجين الكوتيديان. ان اوتر برودوي اللي هو destiné pour les enfants, pour les bébés, petit fa khassa waliy huwa l'eau de toilette, petit sem. L'eau de toilette bébé ne fiyesh alcool, donc c'est une eau de toilette معناها ريحتها بنينه برشا، خفيفه برشا، en même temps فيها l'aloe vera.
فما فريشور ونحس كي نشمها نشم في بيبي فوالا ريحه تمشي مع البيبي فوالا دوس ريحه دوس ريحه معناتها بنينه او ميم طون فيها لالويفيرا فيها زاد الويل دو ريسان اللي هو زيت من الزيوت اللي يخلي البو معناتها زاد ايدراتي والكل دونك معناتها لو دو تواليت هذيا سي اون او دو تواليت فريش ريحتها بنينه ايبو الرجينيك ما تقلقش البيبي وتخلي زاد مع لي برودوي الاخرين الكل دونك يتمتع بريحه لبنينه وهي براتيكمون لا معناتها لودور هي بيدها في لي برودوي الكل برسك تري بيان تري بيان دونك كنا في الحلقه اللي فاتت زاد حكينا على على نقولوا احنا سيج جديد باش يكون في الجزائر دونك لي برودوي هذوما موجودين في تونس وبيانتو ان شاء الله في الجزائر في انتظار باش تكونوا زاد في اوروبا موجودين بروشينمون ان شاء الله بالتوفيق ليكم نذكروا انه لو برودوي نحكيوا عليه كل جمعه هو سي ان برودوي تونيزيان 100% وبايدي تونسيه 100% وبكفاءات تونسيه 100% نحكينا في كل مره على كما قلت انت برودوي كل برودوي وحده كل برودوي نجمو نشريوه وحده اما انتم عاملين دي بروموسيون خاصين بالناس اللي يحبوا يشريوا حاجه مع بعضها كيكا حتى لا ريدكسيون تكون باهيه الزوم دونك باش ينقص وفي نفس الوقت يتمتعوا بالحاجه اللي هما حاجتهم بها في سو فورم دو كوفري والا ينجم يكون ايدي نتاع ان كادو هكا اوريجينال وبيو 100% تونيزيان في راس العام. باهي كما قلنا هنا اليوم حكينا على الجام بيبي اللي هي فيها كات برودوي نجم تشريو كل واحد وحده سولون شوا نتاع الكونسيي ولا الكليون كيما نجمو نشريوهم الاربعه من بعضهم في كوفري اللي تصير فيه ريدكسيون دو بري بيان سور.